ملفنا لليوم يتطرق لتظاهرة ساعة الأرض، التظاهرة العالمية هذه اللي تهدف من 2007 لترشيد استهلاك الطاقة. تقرير الزميلة فاطمة مطوس. ساعة الأرث أو Earth Hour هي حدث عالمي يتم خلاله الطلب من مالك المنازل والأعمال إطفاء الأضواء والأجهزة الإلكترونية غير الضرورية لمدة ساعة واحدة في آخر سبت من شهر مارس كل عام، وهذا لرفع الوعي بخطر التغيير المناخي. ونذكروا اللي التظاهرة هذه بدأت في مدينة سيدناي الأسترالية عام 2007، وين استعملت المطاعم الشموع للإضاءة وسكن الظلام المنازل والمباني البارزة. وبعد نجاح الحملة ومشاركة 2.2 مليون شخص من سكان سيدناي، انضمت 400 مدينة لساعة الأرض سنة 2008، منها سان فرانسيسكو، أتلانتا وشيكاغو. وكانت مدينة دبي هي المشاركة الأولى عربياً عام 2009، تبعتها الرياض 2010، وين تفاكل من برج المملكة والفيصلية. Is within our means to make a difference. En muchas ciudades del planeta niveles que portaban a 11 es al plata. Marcelo Brad, un ponente de esta en sus manos. Algo cosa contra el cambio climático. People of the world are speaking with an unmistakable message. People of the world are speaking with an unmistakable message. For this is the time and the action must come. ساعة الأرض سنة في تونس في نسختها رقم 3، وين انطلقت عام 2013 في شارع الحبيب بورقيبة، وسنة الفارتة بالمسرح الأثري في قرطاج، وسنة باش تكون تظاهرة في ملعب رادس، وكما كل عام ترافقها أجواء موسيقية وفكاهية وحضور جمعيات رياضية، وكلها تهدف إلى حث المواطنين والمؤسسات على أمل التقليص من استهلاك الطاقة من خلال إطفاء الأضواء لمدة ساعة. 3 2 1 0. مرحبا بكم متحقبين في الجزء الثاني من برنامجكم الاخباري اليوم، ونحكيوا على ساعة الارض، التظاهرة العالمية هذه اللي حاطت رحالها منذ مدة في تونس، وليد تونس زاد ايضا تشارك فيها. للحديث اكثر في الموضوع هذا ضيف اليوم هشام بوسيقى، منسق تظاهرة ساعة الارض. مرحبا بك. بك اكثر سعيد هشام. كي نحكيوا على ساعة الارض انه فما بلايص باش تفاو فيهم الضوء، لو كان على تاريخ التظاهرة هذه منين بدات ومن وقتاش ولينا نعملوها في تونس؟ ساعة الارض اول ما بدات في سنة 2007 في سنغافورة، ومن وقتها انتشرت في أنحاء العالم الكل، وفي تونس هذه تتقام للمرة الثالثة. أول مرة ما اعتشدناها في شارع حبيب بورقيبة، وقت حضر فيها الرئيس السابق منصف المرزوقي، وسنة حبينا نستدعاو زادة كل من الرؤساء الثلاثة باش تعطي امباكت أكثر للحدث وتعطي تحسس برشا عباد، لكن الظروف اللي نتعديو بها في البلاد ما تمكنناش انه يحضرون. لكن انت قلت يعني الرئاسات الثلاثه ماهيش باش تكون حاضره ولا ما كانتش حاضره اليوم، لكن جمعيات كثيره من المجتمع المدني حاضره وساهمت في تنظيم التظاهره هذه. اللي لو كانت تعطينا شنو صار اليوم، معناتها بما انه التظاهره بدات من الصباح لليل اللي باش تختتم معناتها باطفاء الاضواء في ملعب رادس واطلاق الشموع او اشعال الشموع.
تظاهرت ساعة الأرض تقوم تنشيطها عديد الجمعيات. نشكرهم جمعيات الكل خاطر قاموا قاعدين يقوموا بخدمة كبيرة ياسر. باش يكون فما بلوزيوغ اتوليي من اليوغا، فما لي سبور اكستريم كيما الاسكالاد وديسونت من جبولات اللي معروف اكثر بسبيليو، فما ديزاسوسيسيون هيومانيتير واسوسيسيون بيئيه. والهدف نتاع ساعة التظاهر هذه هو تحسيس المواطن بمخاطر الاحتباس الحراري، وبما انه يمثل خطر كبير على الحياه البشريه والبيئيه. هو ايضا من اهداف التظاهره هو يمكن التحسيس بترشيد استهلاك الطاقه. لكن هشام باش نسالك لهنا، انه في الدول الاخرى وين تقوم فيها تظاهره ساعه الارض كما سميت في سنغافوره ولا غيره، حتى الدول العربيه اللي اول ما بدات في 2010 مع دبي ومن بعد في السعوديه، كانوا يقوموا انهم يطفيوا الضوء في مناطق او في مباني معروفه برشا، وتقوم الدوله بالقيام بالتظاهره هذه وبالساعه هذه حتى توعي مواطن الدوله هذيك. في تونس نحن لا، يعني في تونس كل مره تكون في بلاصه، كما انت بكري حكيت على انه كانت مره تعملت في شارع حبيب بورقيبه، اليوم نلقاوها في ملعب رادس. يعني الجمعيات وحدهم يقوموا بالتظاهره هذه. اكيد انه نعرفوا الانطلاق نتاع التظاهره هذه هي من سنغافوره 2007، ومن بعد انتقلت في مدن العالم الكل من نيوزيلندا الى نيويورك، ومرورا بالبلدان العربيه. نعرفوا انه مثلا نذكروا من المواقع الكبيره اللي طفيوا لها الضوء نتاعها كيما توريفيل في باريس، والا كريملان في روسيا، وفما في انحاء العالم الكل. وكما قلنا الهدف الاساسي نتاعها انه مش في تطفيه الضوء 60 دقيقه وكهو، انه نحاولوا الحاجات اللي ما نستعملوهاش بصفه دائمه نحاولوا معناتها نقصوا الاستغلال نتاعها، وذلك للحفاظ على البيئه اللي نحن نعيشوا فيها، وهي المكسب الوحيد اللي عندنا في الدنيا هذه. يعني نحن انت كنت تحدث على انها هي ساعه من زمان، من 8:30 ل 9:30 على من 8:30 ل 9:30 باش يكون فما اطفاء الاضواء. يعني الناس اللي الضوء اللي ما يسحقوش يطفيه وتولي عاده عن ديما، ما فماش توا نحكيو بما انه ديما كل ما يصير نشاط نخمو للعام اللي بعد، ولا نخمو ما بعد النشاط هذا. بعد ساعه الارض اللي توفى اليوم مع 9:30، هل فما مبرمجين حاجات اخرى، مبرمجين انشطه اخرى للتوعي؟ نعرفوا انه النشاط هذا ما تصير برشا انشطه على مدى العام، لكن ما تخوش نفس الصدى كما اليوم العالمي هذا، خاطر هو يوم عالمي يصير في انحاء العالم الكل في نفس التوقيت اللي هو من 8:30 9:30 60 دقيقه، باش يحاولوا يحسوا عالم كامل بمدى خطورة الاحتباس الحراري والتقلبات الجوية اللي نعيشوا فيها، خاطر عندها تأثير كبير. لكن ماذا بينا نحن تصير كل هياكل اللي يهمها الأمر هذية تساعد وتعاون الجمعيات هذية بالموارد المالية ولا اللوجستية، باش نجموا نحسوا أكثر عدد ممكن من العباد. تحدثت على أنه تظاهرة ساعة الأرض كل مرة نلقاها في بلاصة، مرة في شارع حبيب بورقيبة، مرة في السنة في رادس. تنوع أو اختلاف مكان اللي تقوم فيه التظاهرة، شنو الهدف منه؟ الهدف منه علاش ننوع ونمشيو مثلا كيما حبيب بورقيبة ورادس، ذلك باش خاطر استاد رادس كيما نقولوا parmi les monuments في تونس. بون سي با مونيمون، اما هاكا حاجه سامبوليك. ماذا بينا تتعمم في الولايات الكل باش نجمو نحسو بها اكثر عدد ممكن من العباد، كيما رينا في العالم الكل، مثلا في باريس تصير، في فرنسا تصير، في برشا مناطق. وهي في عام ناول 2014 شهدت مشاركه 7000 مدينه وبلده، باش تعرف مدى المشاركه نتاع. وفي تونس، في تونس هانا قاعدين نسعاو باش نرسخوا الظاهرة هذه في البلايص الكل. اليوم فما في رادس، وفما في بالي في الحمامات، وان شاء الله عام الجاي تكون مثلا على الاقل نمسوا حتى 5 ولايات اخرى 6 ولايات اخرى. ما تنجموش مثلا العام الجاي انه يكون فما تنسيق بين مجموعة كبيرة من الجمعيات، انه يتوحد التظاهرة تتوحد، يعني
مش مثلا جمعيه في تونس نظمها في تونس وجمعيه في حمامات نظمها في حمامات، بل انكم تعملوا على انه تكون فما شبكه جمعيات هي اللي هي بالتظاهره هذه وكلها تخدم في برشا ولايات فرد وقت. ماذا بينا حتى انه الناس حتى المواطن يولي فاعل، ما يجيش كومان سبيكتاتور هاكا يتفرج في السبيكتاكل نهارتها ويروح على روح، يكون هو بيدو فاعل وياخذ المبادره ونداء هو حتى وسائل الاعلام الكل باش كي تبدا فما تظاهره هكا تعممها، خاطر نعرفوا انه هذه الهدف نتاعها معناتها صحيح ماهوش ربحي لكن عنده تاثير كبير على الحياه البشريه وعلى وعلى البيئه، لذلك نطلب منهم انه يدعمونا كي تبدا فما تظاهر كي من هكا ويعدونا في الوسائل الاعلام الكل ويعموها باش نجموا في الاخر نتعايشوا في مكان سليم. شكرا لك هشام بوسيقى، منسق تظاهرة ساعة الأرض، وهكا نكون وصلنا لنهاية برنامجنا اليوم. ما تنساوش باش تطفيو الضوء على خاطر اليوم ساعة الأرض.